ايه الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب؟ الاثنين بنجمع فيهم البويضات من الام والحيوانات المنويه من الزوج. في حاله اطفال الانابيب بنحط الحيوانات المنويه مع البويضه في طبق وهما ينقضوا على البويضه واقوى حيوان منوي يلقحها. اما بالنسبه للحقن المجهري احنا بناخد البويضه تحت الميكروسكوب وبنبتدي نخرم البويضه بتقنيه عاليه وندخل فيها الحيوان المنوي، كده فرصه الحمله تبقى اعلى. الحقن المجهري نسبه اعلى من الاطفال الانابيب. امتى نلجأ بقى لاطفال الانابيب في اليومين دول مع ان نسبه الحقن المجهري اعلى؟ اذا كانت البويضه بتاعه السيده هشه وانا بخرمها تحت الميكروسكوب بتروح مفرقعه، فبنسيب الحيوان المنوي يخرمها هو بنفسه. بس برضو بطمن الناس ان دلوقتي في تقنيه جديده اللي هي الليزر، ان احنا ممكن نخرم تحت المجهر بالليزر ده وما نحتاجش ان احنا نعمل اطفال الانابيب.